أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل إذا ورد في الشرع لفظ أحل أنه يدل على أن الحكم قبل الإباحة التحريم؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل إذا ورد في الشرع لفظ أحل أنه يدل على أن الحكم قبل الإباحة التحريم؟ لا، أحل متى أحل؟ ما بين متى، ما قال أحل لكم الآن. أحل قد يكون من أول ما خلق الله الدنيا. نعم.